البعض نحبهم لكن لا نقترب منهم، فهم في البعض أحلى وهم في البعض أرقى وهم في البعض أغلى. البعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم. البعض نحبهم لأن مثلهم لا يستحق سوى الحب، ولا نملك أمامهم سوى أن نحبه ونرمم معهم أشياء كثيرة. نعيد طلاء الحياة ونسعى صادقين كي نمنحهم بعد السعادة. البعض نحبهم ولا نجد صدى للحب في قلوبهم فننهار ونتخبط في حكايات فاشلة، فلا نكرههم، لا ننساهم، لا نحب سواهم ونعود نبكيهم بعد كل محاولة فاشلة. والبعض نحبهم ويبقى فقط أن يحبوننا مثل ما نحبهم. اعذرونا إذا عم بقرأ كلام الحب يلي قاله جبران خليل جبران، ولكن الكلمات بتخوننا لما نحكي عن هالموضوع. ما بنتذكر إلا اسم الشخص يلي نحن منحبه، هالشخص يلي أوقات بيوجع لنا قلبنا وأوقات بيرسم ابتسامة على وجهنا، ابتسامة من دون سبب. كل واحد منا عم يخطر اسم على باله هلأ. اليوم رح أقولها بأول الحلقة، إذا عبالكم تغيروا شي بحياتكم أكيد بعد في وقت، وهون بقصد الحب. صباح الحب. صباح الخير لإلك بيا، وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بهالصباح على أبواب عيد الحب. صباح الخير شادي، كلامك كتير مؤثر. بيا الحب يفرح، ما كان قصدي أبدا. يمكن الدموع بالحب بتحكي أكثر من أي كلام. أنا بعتذر منك وبعتذر من أي شخص يمكن لمسوا كلامي. على كل حال عن جد صباح الحب يلي دايما بنضحك فيه، ودايما الحب صحيح قد ما بيوجع قد ما هو يا حلو. مشاهدينا صبحية جديدة على أبواب عيد الحب، بدك تضحك ضحكتك حلوة ما بدي دموع. صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا، بعتذر منهم بس ما فينا ما نتذكر فعلا، خاصة بهيدا النهار اليوم ما بقوله خميس الذكارى. فيمكن بحديثك يمكن عن الحب، أغلى حب بحياة الإنسان هو إذا فقد حدا فعلا عزيز على قلبه. فإن شاء الله يا رب كل حدا فعلا فقد حدا أو تذكر حدا بهيدا النهار أو من الكلام يلي قلته يكون عم بيتذكره بحب، وعم بيتذكر أنه فعلا ربنا هو أكبر حب بحياتنا. صحيح. فخلينا نحب من كل قلبنا ونتذكر أنه الشخص اللي منحبه موجود دايما معنا، فطول ما قلبنا عم بينبض حياة فهو موجود معنا. صحيح. فحبوا من قلبكم شو ما كان السبب بحياتكم. صباح لبنان مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تترافقوا معنا بلبنان، العالم العربي وحتى العالم. صبحية جديدة عبر صباح لبنان، مثل العادة دايما فقرات عديدة ومتعددة، بدايتها مع غادة شيخاني حتى نعمل شوية رياضة معها مثل العادة. من بعدها فريدي اوف ذا وورلد بينضم لنا، اكيد حلقة اليوم مميزة مثل دايما مع فريدي، رح يحكي فيها عن ستينج. ومين منا ما بيعرف The Living Legend يلي رح يحكي عنها فريدي. كمان بفقرة نيو تالنت رح تنضم لك فيها نيرة عقيقة لحتى تحكي أوبرا، تحكي شوي عن فن مميز، فن حلو كتير وفن بعده عايش لحديت اليوم. تحت تنطير نحن وياها بصوت من أحلى الأصوات، فعلا رح نتعرف عليها أكثر بفقرة نيو تالنت ميرا عقيقة. كمان ضيفتي بتكون ناتالي رحال لحتى نحكي عن إكسبو ميلان 2015 من خلال فقرة سوشيال ميديا، هذا تمثيل يلي لبنان بيتشرف بوجوده بميلانو بإيطاليا، رح نغوص بتفاصيل هالموضوع فتابعونا. وأكيد من بعد الموضوع أيضا رح نتابع إحنا وياكم مع فقرة زيست، ورح يكون أيضا الشيف نزار معك اليوم حتى نحضر طبخة جديدة متعرف عليها تابعا خلال الحلقة. صحيح. وختم الحلقة مع سلام سعد سليم يلي دايما عالم الاتيكات هو علامة يلي بتنقلنا إياه لحتى ما نعيش حياة معقدة، إنما نعيش حياة سلسة وعملية. أما البداية مثل العادة لحتى نبلش بنشاط، ما فينا نحكي بالحب إلا ما نكون نشيطين ومفعمين بالحياة. صباح النشاط مع غادة شيخاني بأول فقرة، فقرة فتنس. نشوفكم بكرة. صباح الخير مشاهدينا، صباح لبنان، صباح الموسيقى. اليوم حلقتنا مثل ما قال زميلي شادي مخصصة للآيدل، الميوزيك آيدل ستينج. ستينج كلنا بنعرفه، ستينج اسمه الأصلي جوردن ماثيو توماس سامنر. هنحكي شوي عن حياته،
خلقان لو 2 اكتوبر 1951 تقريبا عمره 63 سنه ونص، بعد ما صاروا 64. هو موسيقي عبقري انجليزي، سونغ رايتر واكتر، ويعني بلش تقريبا انطلاقته كانت اول شيء بلش يعلم، يعني فات بالكوليدج اوف اديوكيشن واخذ شهاده استاذ، هيدا عم نحكي بال 71 تقريبا. وبالليل امام تايم كان يتعلم بالنهار، وبالليل امام تايم كان يدق جاز، كان يتمرن جاز، كان يدق مع الفينيكس جازمان اللي شهرته اكثر شيء بدق الجاز. لقب ستينج كيف اجى اكشلي؟ ليش سموه ستينج؟ هو كان اكثر شيء يلبس سويتر لونه اسود واصفر، صار اصحابه يعلقوا عليه انه هذا مثل النحله، النحله بتعقص، ذاتس واي اجى اسمه لستينج. ستينج تقريبا يعني بلش انطلاقته كان مع البوليس، مثل ما كنا بنعرف قبل ما يبلش سولو كان مع البوليس، انضم ل ستيوارت كوبلاند اللي هو درامر تبع البوليس، واندري بادوفاني اللي كان الجيتاريست تبع البوليس اللي صار بعدين نقلوه صار اندي سامنر. يعني هيدا عم بحكي بال 77، سنة 81 ترك ستينج البوليس وصار يشتغل سولو. اول البوم عمله كان ذا دريمز اوف ذا بلو تيرتل اللي نزل فيه غنيتين كثير اشتهروا، اف يو لاف سمبادي سيت ذم فري، وغنية راشنز. هيدا الالبوم اخذ كثير جرامي اووردز، اخذ بيست البوم اوف ذا يير، بيست ميل بيرفورمانس، وبست انسترومنتال جاز. اول البوم كان سولو لستينج. رح نبلش باول غنيه رح سمعكم اياها، هي من البوليس، بس معلش حبيت انه معروفه غنيه كثير، Every Breath You Take. It's an unplugged غنيه رح نسمعها سوا هلا برجع لكم. عن جد حلو، عندهم باشن بشغلهم بالميوزك تبعهم فظيعين. يعني عم نشوف باللقطات اللي جايب لنا اياهم فريدي انه حتى يعني بالتفاصيل البسيطه بالكونسبت تبعهم، يعني عم يلعب بيركشن، عم يعني سو سمبل سو هيك. عظمه، عن جد عظمه. هذا كان لايف ب بكندي سنتر اونرز، كان عم يعملوا اونر لستينج، مش معقول. برونو مارس عن جد شيء رائع، يعني عن جد كل انسان عبقري لازم يعملوا اونر، مش انه يتركوه بس يموت، بل شو يعملوا له تريبيوت ويعملوا له اونرز لانه عايشين، يخلدون انه عايشين. بس هذا الامر اصلا عم يعولوا اكثر هلا، لانه العالم فقد كثير يعني من الاشخاص اللي عن جد كانوا مهمين بالميوزك اندستري وحتى بكل المجالات يعني، ولكن هلا بتحس التكريمات وكل شيء صار عم يسبق يعني على اذا بدك ال 40 years او ال 50 years اللي بيكون عم يحتفلوا فيهم بالكارير تبعهم، بيعملوا لهم التكريم الكبير. It's never too late. مثل مثلا دينيس روسوس مات من جمعه، ما عطوه كثير قيمته وقتها كان عايش، انه كل العالم عرفت اوكي كلهم بيعرفوا دينيس روسوس، بس اكثر شيء كثير عرفوه انه وقتها مات وكذا. انا عملنا له حلقه انه اتس تريبيوت، بس انه لازم نكرم العالم، لازم نكرم موسيقية العباقره قبل، مش ضروري انه بس يموتوا انه مثل بقولوا انه نركض عليهم انه كرمهم. كل فنان عكس حال بكل المجالات، يعني كان ممثل مخرج، يعني مثلاً كل شخص تارك بصمة. يعني وانا اللي عم بقول لك ايه هو واقع، لانه من فتره بالجولدن جلوبز مثلا جورج كلوني مع انه عمره بعده صغير وبعده يمكن فيه يعطي كثير وبعد ما حقق الكثير، ولكن كرمه واخذ جائزه سيسل بي دوميل يلي هي جائزه بياخذوها عاده كبار وعمالقه بيكونوا قاعدوا. هو كرموه لانه تجوز لبنانيه، لانه تجوز لبنانيه ايه كثير بس هذا تكريم كبير. هابي فالنتاين شادي لك، انا كل يوم عندي فالنتاين كلنا هيك ثانك يو لك. نحن بنرجع بنلتقي فيك الجمعه الجايه على فانك ميوزك جمعه الجايه. جريت، يلا سي يو نيكست ويك لك. مشاهدينا صباح لبنان بتابع مثل ما دائما نعدكم انه نسلط الضوء على كل النشاطات على الساحه اللبنانيه. اليوم كمان بنتوجه لمعرض فن تشكيلي بمرور 100 عام على مجازر الاتراك اي العثمانيين بحق الشعب الارمني. قدم الفنان نافيكان عمل هو بيختصر 50 سنه عمل فني رسم تشكيلي بيختصروا هالمرحله وبيحكوا عن هالموضوع بدعوة من غاليري سورفاس دار. الاكسبوزيسيون يلي حمل عنوان ريتروسبكتيف كوليكسيون دو لارتيست 50 ans de peinture. نحن كنا موجودين بالافتتاح يلي كان فيه اقبال كتير حلو على هالنوع من الفن وتسليط الضوء على هالموضوع المهم بعالمنا. اكيد كاميرا صباح لبنان كانت موجودة ورجعت لنا بهذا التقرير، منتابعه سوا. تزامناً مع الذكرى المئوية للمجازر العثمانية بحق الشعب الأرمني، استضاف غاليري سوغ فاسليبغ معرضاً لرسومات الفنان الأرمني العالمي غريكور نوريكيان حمل عنوان ريتروسبكتيف. اليوم المعرض لزميل كبير ونحن منعده عنا مايسترو هو الأستاذ غريكور نوريكيان، وأنا أجيت قبل الافتتاح
اتذوق على مهلي لوحاته يلي صارت هلأ جدا قليلة بهالعصر، يلي ما بقى فيه هالفن الراقي مثل أيام زمان، هالقوة الرسم والألوان والموضوع. أي مرة يوم عملنا ريتروسبكتيف، ريتروسبكتيف يعني شيء لوحات 50 سنة عم اشتغل، هدول لألي شخصيا. والفنان ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية أصلا، والمعروف عنه أنه رسام القضية الأرمنية بامتياز. في سنتونير تبع 100 سنة تبع الجينوسايد الأرمينيان، مع هاي أوكازيون تعمل معرض. الفكرة مزدوجة، وكان دي يعمل معرض مش بس للذكرى وسائبة الذكرى، وعنده تابلويات مخصصين لهالذكرى. صباح لبنان استطلع آراء الفنان وبعض الزوار حول واقع الرسم في لبنان. ما في هلا سورياليزم، خلاص كل هاي مدرسة، خلاص هذا شيء مدرسة إكسبرسيون، هلا نوفيل فيجوراسيون، هاي نوفيل فيجوراسيون هذا بيسموه. اليوم في كونفلي بين مشان الفن بين الإحساس أو التفكير. اليوم أكثر الفنانين نروحين على الفكر، إنه يشرحوا لك اللوحة. اللوحة الحلوة ما بدها شرح، لحالها بتحكي. في كتير فنانين عم يشتغل كيف ما بدو، ما في ديسيبلين. اليوم فنانين الشباب أكتروا بس ألوان وأكريليك، اليوم قليل تلاقي بانتور ألوين، وتلاقي الفنان غير التلوين بيعرف يرسم. وعن اتجاهات الفن المعاصر قال هؤلاء: صار الفن لحق العصر، سريع سريع بيمشي بالركض وأخوت كتير، ببلش ما بنعرف وين بيخلص. في الفن السهل، في كل شيء ده تعمل أوريجينال. اليوم إذا واحد شال فرد أوس اثنين قتلون عشان يشوف صوته على التلفزيون، هذا شيء سهل. بينما يشوف صوته على التلفزيون لأن عمل شيء منيح صعب كتير. ويبقى الأمل أن تحتل تغطية المعارض الفنية والرسم واللوحات كل المساحات والشاشات، ولا يعود هناك أي مجال للقتل والعنف والدمار. عودة لمتابعة صباح لبنان، تحية لكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لصبحيتنا، وين ما كنتم مشاهدينا وشو ما كنتم عم تعملوا ترفقوا معنا، لأنه بهالفترة رح نكون عم مثل العادة عم نفلفش بصباح صفحات صباح لبنان، لحتى نكون بقدر المستطاع نعطيكم معلومات تكون عم بتفيدكم، ونكون عم نتسلى بها الصبحية سوا مثل العادة. أكيد البداية قطار الحلقة بينطلق مع أولى الفقرات يلي من خلالها رح نسلط الضوء على قمرين وأيس. مين؟ كيف؟ ليش؟ تفاصيل؟ أكيد كنا موجودين بإيفنت سهنة من إمضاءهم، أكيد كنا موجودين بحفلات، أكيد كنا موجودين ببيج إيفنت كنا من خلالهم هيك عم نستمتع، ومش عارفين مين السر وراء هالفرحة اللي كنا عم نعيشها. هلأ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ضمن الفقرة الأولى. ضيفتي بالاستوديو ناتالي رحال، مدير عام شركتي أمرين وآيس. صباح الخير. أهلين. أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. Thank you. ناتالي، أنت معنا اليوم لحتى نحكي تحديدا عن أمرين وعن آيس. أول شيء يعطيكم ألف عافية للمجهود يلي حلو عم تعطوه بها العالم، عالم الإيفنت، عالم الكوربوريت، الفستيفلز، الأعراس. رح نكون عم نحكي بها الإطار بداية هيك، خليني أفصل شوي، خليني أبدأ بالحديث عن أمرين. نعم. يلي هي شركة مخصصة للأعراس. مزبوط. وقدي لبنان يعني معروف بها المجال، يعني كتار من الناس بيجوا على لبنان لحتى يعملوا أعراسهم هون، أو حتى بيطلبوكم لخارج لبنان لحتى تكونوا عم تهتموا بأداء التفاصيل. كيف بلشت أمرين؟ أمرين كانت حلم أنا عندي من فترة، من تقريبا 15 سنة. نعم. وبلشنا من نهار للتاني بإكيب صغيرة بتطلع بأفكار وبتساعد هالعرسين تا ينظموا عرسهم، وصارت مع التطورات كمان تكبر هالشركة وفريق العمل يكبر، لحد ما صرنا اليوم فريق عمل كتير كبير
مكون من مبدعين، من ناس بيرسموا 3D، بيشتغلوا على أفكار جديدة، أفكار ما تكون خارج عن المألوف، إن كان من ناحية الديكار، إن كان من ناحية إطلالة العروس، كيف هي دخلتها، شو بده يكون بخلال هالنهار الكتير مهم لإلها، وكل توابعه من تنظيم، من مساعدة لكل شيء تابع من الأكل لللايتينج للإضاءة للصوت للموسيقى للفنانين لكل الديكور. وأكيد من بلد لبلد بيفرق على حسب كل بلد أو كل منطقة شو الكالتشر أو شو التراديشنز يلي بتكون بهيدا البلد. لفتني شغلة إنه أمارين The Wedding Lab هاللابراتوري اللي عم نحكي عنه بأمارين، يعني قد اليوم الكونسبتس تبع الويدينجز والأعراس العالم يعني بيطلبوا أفكار إنوفيتيف، أفكار مش موجودة، أفكار صعبة ولكن مش مستحيلة، كيف تتعاطوا مع هيك الأفكار يلي انتو بتكونوا اوقات طارحينها، واوقات بيجي الكلاينت لعندكم بقلكن انه عبالي اني احكي عن هيدا الموضوع بعرسي او اطرح فكرة معينة، كيف تتعاطوا مع الافكار عادة؟ نحنا كتير منحب وقتها العرسين بيعطونا مجال انه نبدع، نبدع بافكارنا، انه نطلع باشياء تكون شوي اذا بدك دارينج مثل ما بيقولوا، انه to go a step further. منفضل دايما انه نعمل شيء غير، كل عرس عنده رونقه، كل عرس عنده طابعه الخاص، كل عرس لازم يشبه العرسين، يعني ما فينا نعمل لكل عروس نفس الشيء لأنه كل شخص عنده شخصيته. صحيح. وعنده المكان يلي عم يعمل فيه العرس أو الفرح. وهيدا الشيء كمان بيتطبق أنه على كل إيفن ما، على كل حفلة تكون totally different، يكون عندها رونقها الخاص ويكون عندها ديكارها الخاص. وأكيد أكيد كتير مهم أنه قد ما العرسين بيعطونا مجال أنه نحنا نجن بأفكارنا، نحنا مستعدين. ومثل ما حضرتك قلت هالويدينج لاب بالنسبة إلنا هو مثل مختبر، عم بيشتغل فيه كذا إكيب، كذا ديبارتمنت، يعني عندك الناس يلي بيطلعوا بالأفكار ويلي بيرسمون، عندك الناس يلي بينفذون على الأرض، عندك الناس اللي بيهتموا بالتنظيم، عندك الناس يلي بيهتموا بكل شيء الفنانين. كل هالفرق العمل يلي بتشتغل سوا بتحط إيدها سوا هي تطلع بالآخر يلي نحنا منسميه أمبيجوه، جوهرة يلي هو هيدا نهار الفرح يلي نحنا بنحب انه دايما يكون اعلى واهم من توقعات كل عروس. صحيح. على حال عم نتشارك مع المشاهدين ببعض هيك اللقطات من شو أمارين ممكن تعيشهم باي حلم، باي فيري تيل، باي هيك قصة ممكن هنا يكتبوها، لانه دايما خاصة بالزفاف يعني النجوم بيكونوا العروس والعريس، يعني مزبوط. هلأ كمان رهجة العروس يمكن كانت تكون قبل اكتر، اليوم كمان صار في تشديد على العريس يلي صار إيكولي يعني مثل العروس، هيك عنده أفكاره، عنده الدخول تبعه، عنده كل التفاصيل يلي عباله يركز عليها. أكيد لنبدأ يعني بتحضير العرس لازم أكيد يحجزوا ويتواصلوا معكم قبل بوقت، لأنه بعرف سكادجول تبعكم باكت واسم الله عليكم ما عم بتلحقوا، ولكن الواحد إذا باي ستابس بدنا نمشي يعني شو هيك الخطوات يلي لازم الواحد يتبعها؟ ألو ناتالي أمارين، شو لازم نعمل؟ كيف هيك جرادجولي بتصير تطور الأمور بالتحضيرات؟ هو أكيد نحنا كل ما كان عنا وقت أكتر قبل نهار الفرح تنشتغل عليه، كل ما العرسين كانوا مرتاحين، وكل ما قدرنا نحنا أخذنا وقتنا بالبارتي الأولينية اللي هي كتير مهمة، اللي هي بارتي الإبداع، الكرياشن of the idea. ومن وقت ما العرسين بيتصلوا فينا نحن منبلش نشتغل بثلاث مراحل، يلي هي مرحلة الفكرة الأساسية، مع أكيد بتكون معلقة بالمطرح حسب وين الفرح بده يكون، حسب الديت إذا اندور أو دور، إذا صيفية إذا شتوية، وأكيد شو متطلبات العرسين، شو حابين، إذا في فكرة معينة، في ثيم معين بدهم أنه نمشي عليه، وإلا نحنا نقترح على حسب منحس شو الكاركتر، شو نفسية العرسين، شو هن اللي بحبوا، شو بيشبهون. هيدي بتكون أول فيز.
تاني مرحلة اللي هي مرحلة الإكزيكيوشن، وين منبلش نحنا نشتغل ونحضر لهالنهار للتنفيذ يلي هو التنظيم خلال الأشهر يلي بتسبق الفرح. وثيرد فيز اللي هي نهار الإيفنت، نهار العرس، نهار الفرح، يلي من خلاله بيتطوش كل هالشغل خلال الأشهر يلي أي مرحلة هي الأصعب؟ لك ما في مرحلة أصعب من مرحلة، هني كلهم حلوين، بس هني المنيح المهم وقت العرسين بيجوا بقرروا تينقوا حدا يساعدهم ويدينج بلانر، يكون شركة بروفيشنال عندها اكسبيرينس وعندها التيم يلي لازم تيقوم بهالشغلة. أكيد أكيد أنا في أكد لك إنه العرسين 90% من الستريس يلي بيعيشوه قبل العرس بيروح، لانه بيكون في حدا عم بيشيل عنهم الاشياء اليوميه، بيكون في حدا موجود هون تيحل كل شيء معقول يطلع اللي بنسميه نحن last minute problems. في شركه موجوده تتقول لهم شو الافكار الجديده، شو التمات يلي دارج السنه، شو الستيل يلي مش انه ينعمل العرس مثل سنه الماضي او اللي قبلها او الخمس سنين اللي قطعوا، شو الترندز، شو المكان، الاماكن الجديده يلي بيقدروا العرسين من خلالها ينقوا وين بحبوا يعملوا الفرح. ناتالي، بالحديث عن الترندز اللي عم تحكي عنهم بالاشياء الانوفيتيف، الاشياء الجديده يلي دائما متجدده عندكم، بدي احكي شوي عن الثيم يلي هو يعنى باللايتنج، بالانترتينمنت مثل ما قلت، بالكيترينج، بكل تفاصيل العرس. هون كيف التيم، يعني انت بتحرص انه يشتغل على حاله، يتطور، يتقدم، يعمل ريسورش تبعه، يشارك يمكن ببلاتفورمز خارج لبنان او بلبنان لحتى يكون عم بيجيب هالافكار. واوقات يمكن مش كل الافكار يلي بتنطرح بتكون على قياس لبنان، على قياس التراديشنز عنا، لانه كمان في عنا دي تراديشن ودي كوتوم، يعني عنا هون معتقدات وعنا هيك اشياء متوارثينا محافظين عليها. كيف بتخلطوا بين الاشياء يلي باقيه من قبل والاشياء الجديده يلي بتضيفوها على هيك فكره العرس؟ هلا كتير مهم مثل ما حضرتك قلت انه فريق العمل يكون دايما up to date على كل شيء عم بيصير، يكون متواجد بمعارض خارج لبنان، يكون يعرف شو عم بيصير قبل بالتسعة اشهر وسنة من الترند يلي جاي. كتير مهم كمان انه دايما التجديد، يعني نحن عنا فريق عمل متكامل موجود على طول، موظفين 100% من الوقت، ودايما عنا ناس اللي وقتها عنا ايفنتس كبار بيجوا بيشتغلوا معنا يلي هن اليونج كمان يلي بيعطوا الادد فاليو على كل ايفنت. هلا كتير مهم انه كل حفلة بده ينشغل عليها يتاخد بعين الاعتبار المكان والبلد اللي موجودين فيه، يعني الأعراس بلبنان مش مثل الأعراس بالسعودية أو بالإمارات أو غيرها. في عندك traditions وين العروس بده ينعمل لها كوشة، بده ينعمل لها جلسة، بده ينعمل لها بروجرام معين، بغير إذا بدك traditions عندك لا، عندك الكنيسة، عندك الإكليل، بيرجع عندك العشاء أو الكوكتيل، يعني كل هولي التقسيم بيفرق بين بلد وبلد حسب معتقدات والبليفز تبع كل شخص عم يعمل. مزبوط ومزبوط. ونحنا بوجودنا بلبنان وبالرياض وبالدوحة عم نقدر نخدم كل المنطقة، إن كان من ناحية الخليج كله وإن كان من ناحية لبنان، وحتى عم نعمل أعراس بأوروبا. يعني هلا صارت درجة انه كتير من اللبنانية بحبوا يعملوا اعراسهم او بفنيز او بفلورنس او يعني يمكن التواجد بكون ايطاليا اول شيء. صعب انه الواحد ما يكون عم يشتغل بملعبه، يعني وقتها اجل عندكم لكم بدي عرسي مثلا بايطاليا، كون انا مثلا مسافر مره وشايف لوكيشن معينه او شابيل معينه او حتى فانيو انا بدي اعمل عرسي فيها، صعب عليكم اصعب انكم تتواصلوا وتحضروا، ولكن قد ايه ممتع بنفس الوقت؟ ليك اصعب مش كتير اصعب، نحن صرنا انه صرنا فتره بالسوق، صرنا زمان 15 سنه وعندنا الكونكشنز اللي لازمه، واوريدي يعني قليل كتير البلدان يلي نحن مش شغلين فيها. So, أكيد دايما إذا عم تشتغل ببلد لأول مرة
بتحس انه مش هين مثل ما مطرح اوريدي انت برودكشن وايز. يعني برودكشن وايز بحس حاله انه بده الكي بيبل حواليه. مزبوط. بس نحن بما انه اوريدي صرنا شغلين تقريبا بكثير من البلدين، ان كان باوروبا وكل البلدين بالخليج، يعني نحن بالعكس، نحن وقت العروس حابه تظهر لبرا ولا حابه تعمل فرحه بحيلا بلد بالخليج او باوروبا، هي اريح لها انه تشتغل مع شركه عندها الخبره الكافيه وشاغله بهيدي البلدين، تا كمان هي تقدر تريح حالها من هالموضوع. لكل الاشخاص يلي عم يسمعونا وعم ببلشوا يحضروا الاعراس، يمكن لانه كل الاشخاص وبلاتفورمز الاعراس بلشت تحضر هلا على ابواب سبرينغ والصيفيه، لانه العالم يمكن اوقات بتهرب من فصل الشتاء، كيف فيهم يتواصلوا مع قمرين؟ نحن مكاتبنا بلبنان هلا حاليا بنهر الكلب بدبي، بيقدروا يتصلوا فينا او على تليفوناتنا او على الارقام الشركه. الارقام اذا فينا نذكرون 03-220-200 و 09-226-983 او 4 او 5. وأمرين تيم ردي لحتى يكون هيك عم بعيشهم الفيري تيل تبعهم، لأنه أكيد قد الواحد بحضر لعرسه، لأنه هو كله نهار و it happens fast، يعني بيمرق كتير بسرعة، فلازم يكون كل شيء perfect. وكيف إذا كان السيجنتشر أمرين ولازم يكون يعبر عن أحلام هالعرسين. هيدا كتير مهم، أنا كتير بشدد عليها، لأنه كتير مهم العروس بتكون حاطة فكرة براسة من هي وعم تكبر إنه شو اللي حابة أو كيف هي شايفة أو كيف هي بتتخيل هالنهار يكون، ونحنا منأكد لإنه قدي كانوا توقعاتها رح تتخطى كل هالتوقعات من خلال أمرين. على كل حال إذا بدي أحكي عن الشيء الآخر كمان يلي أنتو بايونيرز فيه، شركة آيس. نعم. يلي هي سيستر كومباني لأمرين. يعني مين منا ما استمتع بوجود البابا بلبنان وحكي عن التنظيم يلي كان موجود، مين منا ما توجه لمهرجانات جوني وقال فعلا أنه بين كل المهرجانات يلي عمره أقدم من هالمهرجان كان فعلا التنظيم بجنن، وكمان فاستيفلز وامور كثيره. هالشركه يلي كمان كوربوريت تعنى بكل شيء خاصه بالشركات. نعم. ايس فكرتها تكونت من بعد قمرين او قبل قمرين؟ هي بلشت الفكره بقمرين وبس تطورت وكبرت قمرين، صار لاحظنا انه خلقنا مثل ديماند لكل شيء اسمه ايفنتس بلبنان، لانه بسنه 2000 ما كان الشركات او الاعراس او غيرها بتحس بهال انه يعوزوا انه حدا يجي يشتغل لهم عرسهم او الايفنت تبعهم. ومن خلال من بعد قمرين بكذا سنه اكتشفنا نحن انه في كتير شركات يلي بحبوا يعملوا العشوات السنوية تبعهم، يلي بحبوا يطلقوا نيو برودكت، يعملوا لونشينج، إن كان معارض سيارات، إن كان سيارة جديدة بدها تنزل، أو إن كان شركة عم تعمل الانيوال دينر تبعها، أو بدهم ينزلوا بمعرض كبير انترناشنال أو غيره. اكتشفنا إنه هيدا الشق من الإيفنتس كمان في عليه ديماند كتير كبير. قبل حتى اعطيك لهم للمشاهدين انه كنا عم نترافق مع صور يعني العلاقه بالايفنتات يلي سبق وذكرتها، وهي نعم. وصول البابا على لبنان مؤخرا من كم سنه لورا، كمان من بعدها شفنا السيده ماجده رومي بمهرجانات جونيا الدوليه. مزبوط. وعدد كبير كمان رح نترافق فيه بالصور. يعني هالايفنتات يلي عم تحكي عنهم هالقد متنوعه وهالقد يمكن كمان البلاتفورم تبعها فرايد، كمان في افكار هون، كمان في وقت، كمان في اذا بدك هيك اكوريسي بالتيم، لانه عم تشتغلي كمان مع ماس هون، ما عم تشتغلي مع شخصين وثلاثه عم بحضروا لعرس يمكن معروف جاي عليه يمكن 2000 4000 5000 او العدد يلي هو هون، عم تحكي مع ايفنتات اوبن ايفنتس. اصعب انكم تتعاملوا مع هالنوع من الايفنتات لانه عم تضبطوا جمهور ما بتعرفوا كيف ممكن التعاطي يصير معه؟ ليك مش قصة أصعب، قصة الأبروتش تبعها بطريقة ديفرنت. يعني الفريق العمل يلي بيشتغل على الأعراس هو غير فريق عمل يلي بيشتغل على كل شيء كوربوريت. كل شيء كوربوريت وفيستيفلز بدك تشتغل كتير تكنيك، بدك تشتغل كتير تكنولوجيز جديدة
يعني نحن معروفين من الشركات يلي منحب دايما كل شيء تكنولوجي جديدة بتنزل بأوروبا، نحن من أول شركات يلي منستعملها ومنجيبها ومننفذها إن كان بلبنان أو بدول الخليج، من ناحية الهولوغرام، من ناحية الفوكس سكرينز، من ناحية التاتش سكرينز، من ناحية كل شغلة اجت على لبنان نيو تكنولوجي نحن دغري دخلناها بالإيفنتس اكزاكتلي بالإيفنتس وبالكوربوريت إيفنتس بالتحديد. هلا بالكوربوريت إيفنتس وبالفستيفلز الشغلة اللي كتير مهمة هي إنه العالم بيشوفوا بروحوا على كونسرت، بيشوفوا هالفنان، بيشوفوا هالسهرة الرائعة، ما بيعرفوا مثل ما حضرتك قلت هديك الساعة وراء الكواليس قديش تحضير لكونسرت مثل كونسرت إيماجين دراجون سنة الماضية يلي جاب أكثر من 9000 شخص على جوني. حضرتك كنت موجود أنا بيت حب الكونسرت بالكونسرت بقى بتقدر تشوف شوي إنه دقة التنظيم إن كان من ناحية ديكار على المسرح، إن كان من ناحية استقبال استقطاب هالتسعة آلاف شخص بمنطقة مثل جونة يلي فيها باركينجات كتير متيشرة شوي وين ما كان، التنظيم ببلش من هون من ناحية كل شيء إضاءة وصوت وكل شيء تكنيكال يلي نستعمله لأدق التفاصيل. أنا في أقول بكل فخر إنه هالتسعة آلاف شخص يلي بيجوا على الكونسرت الساعة 8 بفلوا بس يخلص الكونسرت بعشر دقايق من دون ما حدا ولا ينطر ولا يصير في عجقة ولا يصير في مشاكل، بالإضافة إلى التقنية العالية يلي عم بيحضروا فيها الكونسرت إن كان من ناحية الصوت، إن كان من ناحية الفيجوال، إن كان من ناحية الديكار يلي عم بينعمل وإلى آخره. هون بدي أسألك يعني بالحديث عن بما أننا بنحكي عن فيستيفلز وعن كوربوريت إيفنت، يعني عم تقولي ديكار إضاءة كله إن هاوس عندكم أو بتتعاملوا مع شركات يعني ممكن يكون عندها مقومات تكنولوجية يمكن أنتوا حابين تكون موجودة ولكن بتتعاملوا معهم أو كل شيء إن هاوس؟ لا نحن عنا بارت كبير 90% بنعمل إن هاوس، بس كل شيء تكنيك وتكنولوجي وإضاءة وصوت لا نحن بنتعامل، عنا ناس نتعامل معهم صلنا فترة طويلة وهن بروفيشنالز وعندهم اسمهم بالسوق، بنتعامل معهم تنضلنا مثل ما حضرتك قلت up to date، يعني دايما أجدى مكانات، دايما أجدى تكنولوجيز عم تستعمل بكل الحفلات. اليوم هيك في إيفنتات قريبة عم تبلشوا تحضروا لها أو أكيد هلأ السنة إن الله راد السنة رح تكون سنة كلها خير وبركة مثل ما بقولوا بالإيفنت، عم نشتغل على كذا مهرجان أكيد مهرجانات جونة يلي مثل كل سنة نحن عم نهتم فيها، بالإضافة إلى كذا مهرجان عم بيتحضر لهم بمناطق عدة، تحمسوا المناطق كلها أنه تقوم بإشياء جديدة إن كان من ناحية الجبل أو إن كان من ناحية الساحل، عم بيتحضر كمان بكرة بنبقى منحطكم بالجو أكيد. بكل المستجدات أكيد هذا بينعش الاقتصاد والسياحة بلبنان وبيعطي نبض حتى يضل قلب لبنان مش بس بعيد الحب، كمان بكل السنة يكون عم ينبض معكم إيفنت حياة مثل ما أنتم بتحبوا، والأهم من هيك أنه وقتها يكون الإيفنت ممضي من أمرين أو من آيس، يعني perfection، يعني كل شيء تمام، وهذا واقع على كل حال على الأرض، كل أشخاص لمسوه دايركتلي أو اندايركتلي بوجودهم بإيفنتات أنتم كنتوا راعيين لها وكنتم محاضرين لها. رح نرجع نحكي بعدين مطولا عن إكسبو ميلان 2015، أنا بدي هنيكم على المشاركة فيه، ما رح فوت بتفاصيله هلأ لأنه رح نخصص وقت خاص له وحلقة خاصة لحتى نحكي عن هالموضوع. نعم. إنما أنا بدي أوجه تحية لكل طاقم العمل إن كان بآيس أو بأمارين أو حتى لإلك ناتالي على رأس الإكيب كله. شكرا. يعني بعرف قدي في مجهود قدي في تعب قدي في توكي ووكس دايما عم يحكوا على الأرض وعم يصير في ركض، فيعطيكم ألف عافية. مرسي، وأنا بدي أتشكرك كتير لاستقبالنا بالبرنامجكم اليوم، ودايما منحب ندعيكم تتجوا وتحضروا وتشاركوا معنا بالإيفنمونات والفستيفلز والإيفنمونات الكبيرة اللي نحن بنعملها. نحن على كل حال نتشرف، أهلا وسهلا فيك. شكرا. شرفتينا مدير عام أمارين وآيس ناتالي رحال، يا هلا.
مشاهدينا صباح لبنان بتابع فقرات عديدة بانتظاركم، فما تروحوا لمحل بريك صغير. صباح لبنان بتابع نو زابينج. ضمن فقرة نيو تالنت مثل ما وعدناكم اليوم بصبحيتنا رح تكون ضيفتي ميرا عقيقي، فعلا صوت أوبرالي ممكن نطير معه لأبعد من حدود الخيال. صوت رح نتعرف عليه فعلا قدي عنده طاقات إيجابية وقدي طاقاته ممكن توصل على قلب كل واحد منكم. نتعرف سوا على ميرا عقيقي. صباح الخير ميرا. موجور. كيفك؟ يعني مين منا ما بيتذكر بافاروتي، أندريا بوتشيلي، حتى كاريراس، حتى مغنيين كتار بالأوبرا بعالم الأوبرا دايما بنسمع لهم وبنتذكرهم. فبمين ميرا أكتر شيء تأثرت تمفوت بهذا اللغط دايما اللي بيسألوا بمين ميرا إذا بدك حبت تقتضي وتكون قدوة حتى فعلا توصل صوتها بالطريقة اللي هي حبت توصلها وتعمل اسم ميرا عقيقي؟ بالأول نحن ربينا على The Three Tenors، ربينا بي على هذا الشيء نسمعه نحن ورايحين من لبنان على الأردن، من الأردن على لبنان، كل مشاويرنا عم نسمع كلاسيك عم نسمع أوبرا. أول أشخاص ربيت عليهم هني، بس كل ما كبرت وكل ما تعرفت على الأوبرا في مغنيين أوبرا كتير تأثرت فيهم، ماريا كالاس، في ديانا دامرو، هني من الأصوات اللي كتير بتجذبني وكتير تشالنجينج أنه يصير يمكن غني مثلهم. ومسيرتهم الفنية وقديش برعوا بعالم الأوبرا بتخليني أحب أنه اكتشف بعد أكتر شو فيه بالأوبرا، شو قادرة أنا وصل من خلال. بذكر أنا حضرتك درست الأوبرا بالكونسرفاتوار الوطني وتخرجت من أسبوع فقط مش من زمان. يعني بنقول لك ألف مبروك على التخرج وصقلت صوتك بطريقة مميزة جدا. هلأ قبل ما نتعرف على صوتك والقدرات اللي عندك إياها رح نشوف سوا نحن وياك فيتي صغير، نشوف لقطات لميرا عقيقي كيف تخرجت من الكونسرفاتوار. عشر سنة وتخرجت بعمر 26 سنة وعم بتغني باللغة الألمانية بالأوبرا هون اللي عم نسمعها. لمين الأغنية؟ لبرامس، المؤلف الموسيقي برامس. نعم. وقدي فعلا عندك قدرات تغني بكذا لغة؟ بعرف عندك بتغني بالألماني، بالإيطالي، بالروسي حتى، يعني اللغة الروسية بعرف قدي صعبة، مش هينة انك تغني صح. باللغة الروسية بتفهمي اللغات يلي بتغنيهم ولا لا بس بتغني مجرد تحفظ الترم الليريكس تبع الأغنية وبتغنيها؟ نحن كمغنيين أوبرا إذا بدنا نبرع مزبوط مفروض نكون عم نفهم شو عم نغني، مفروض نكون عم نعرف القصة تبع الغنية. قبل ما بلش أدرس ميوزيكالمون المقطوعة أكيد بدي نبش على الكلمات عن قصة الكاركتير اللي أنا عم غني. أنا لبسة دور مين؟ لأنه خاصة نحن بلبنان إذا بدنا نغني أوبرا العالم ما رح تفهم شو عم نحكي، اللغات اللي عم نحكيها منا لغات نحن منعرفها
مشان هيك بحاجة كتير أنا أكون فهمة شو عم بغني، فهمة كل كلمة تقدر أعرف كيف أعبر بالإكسبرسيون تبع وجهي، بالإكسبرسيون تبع كل جسمي، وأعرف وصل بصوتي شو المساج من هالغنية تقرب للناس أكتر. لأنه في كتير عالم مش الكولتور تبعهم ما بيسمعوا أوبرا، ويمكن بدافع الحشرية يمكن بيجوا ببلشوا يسمعوا. والأشخاص حتى يلي بتحب الأوبرا يمكن تسمعها بس لتسمع الموسيقى، بس حلو كمان تكون عم تفهم الكلمات يلي عم توصل. هلأ رح نحكي، رح فوت معك بتفاصيل أكتر الغناء الأوبرالي شو بيختلف عن المسرح الأوبرالي، قديه بده يكون في فرق بالقدرات الصوتية حتى تقدر توصلي للجمهور يلي عم بتابعك صوتك. بس بداية بدي أسمع منك شي، بما أنه نحن دايما هيك بأول لقاء لقلنا ودايما بلقاءاتنا الصباحية دايما بنسلم أمورنا دايما لربنا، في ترتيلة حضرتك إذا بدك غنيتيها بصوتك، والكلمات لمين؟ هي أمناس عنوان الأغنية ترتيلة لأمنا مريم، نوجه لها تحية أكيد دايما بنصلي من قلبنا لها لأنه ما فينا نعيش ما فينا نكفي نهارنا من دونها. فالأغنية كلمات وألحان مين؟ كلمات فرار إلدو فونس خوري وألحان فرار أميل عقيقة. نسمع. أمنا هل تبسمين فالليالي داجية، بسمة منك فنحيا، فابسمي فابسمي يا هادية، فابسمي فابسمي يا هادية. عن جد فعلا ما فينا ما نصلي مع الاغاني والتراتيل اللي بنسمعهم. فامنا مريم دائما هي موجوده معنا وحاضره اكيد وحاضنتنا دائما. فبدي اعرف منك دائما بعيد الحب كل العشاق بحبوا يسمعوا اغاني حب، ودائما الاوبرا تميزت انه في بعض الاصوات اتجهت للغناء الاوبرالي اللي بيتعلق فقط باغاني الحب، وفي اغاني ثانيه اختلفت. ميرا عقيقه شو اختارت من بين هالنوعين؟ ما بتخيل حالي اخذ اتجاه واحد، بحب كون عم بجرب كل شيء، لانه بحس انه تا يكون الواحد موسيقي مزبوط واخذ شمع بهدفه ينجح فيه لازم يغني كل شيء، لازم يختبر كل شيء. اكيد في ستيل بيبرع فيه أكتر من ستيل. انك تغني الجيرمن ليد يعني الشانسون الالمانيه غير تكنيك من انك تغني مثلا غنيه بايبوك باروك، غير انك تغني غنيه اريا بايبوك رومانتيك او حياه لايبوك تاني، كل وحده بتختلف. بس حتى في نوع ريليجيو الاوراتوريو في هول كلهم بيمرقوا ضمن دراستنا للأوبرا. بدراستنا منقطع عليهم كلهم، نقطع مفروض نغني كل شيء. كل واحد آخر شيء بيرجع من بعد ما يختبر كل هول بيلاقي وين نجح أكتر شيء ويمكن بيوقف عنده. لحد هلأ أنا بعد مش أخذ اتجاه واحد، عم بختبر كل شيء وحب بعد اختبر أكتر وين بلاقي عم برتاح أكتر وعم بلاقي حالي أكتر، رح كون عم طور حالي بهيدا الشيء أكتر شيء. طبقات صوتية عند ميرا عقيقة هي تصنف سوبرانو تينار، أي نوع من الطبقات بالأوبرا؟ كل الأصوات النسائية بتتقسم لثلاث أقسام. الألتو اللي هو النسائية اللي بتغني النوت جراف الواطي، المزو سوبرانو يلي بتغني الطبقة الوسط عندها نوتات أعلى من الألتو وأوطى من السوبرانو، والسوبرانو اللي بتغني النوتات العالية اللي عندها الطبقات العالية أكتر من الطبقات الواطية. أنا أصنف سوبرانو كولوراتورا. كولوراتورا يعني؟ هو نوع كمان سوبرانو اللي عنده أجيليتي بصوته.
يعني قدي ممكن الطبقات الصوتية اللي عندك تكوني عم تقدري توصليها بلا موسيقى؟ بعرف انه الغناء الأوبرالي كتير صعب، منه سهل ابدا، ودايما الأوركستر بتكون موجودة قدام اللي عم بيغني، مش مثل ما معودين دايما بنشوف الأوركستر بتكون موجودة خلف المغني يلي عم بيأدي الأغنية تبعه. شو السبب؟ ودايما موجود اكثر من 150 آلة موسيقية حسب ما عرفت بتكون موجودة، يعني قدي بدها تكون قدرات صوت الإنسان فعلا كتير عالية تقدر يوصل صوته ويوصل إحساسه أيضا. هلا مثل ما حضرتك ذكرتي اوقات الاوركسترا بتكون ورا المغني، اوقات بتكون قدامه. اجمالا وقتها بتنعرض بياس اوبرا على المسارح بيبقى في فاست اوركسترا بقلب التياتر، بيبقى في مثل فجوه بتنحط الاوركسترا فيها، يعني هي الاوركسترا بما انه هي قدام المغني هي عم تخلق حيط قدام صوته. فمشان هيك كتير بتركز بدراستنا للأوبرا على النفس وعلى كيفية كيف نعمل بروجكسيون للصوت طبعنا، وخاصة نساعد حالنا بالديكسيون باللفظ تنقدر نقدو في صوتنا إذا بديك لقدام بأبعد انرجي وأبعد طاقة ممكنة. ويلي بيساعد أكتر هو الأكوستيك تبع الأمبلاسمون يلي بيتغنى فيه، لأنه ما فيك تغني بمطرح ما في أكوستيك كتير ناشف الصوت فيه لأنه ما بيودي. مشان هيك نحنا بلبنان شوي ضيق مجال وين فينا نغني أوبرا، مشان هيك الكونسرفاتوار أخد كنيسة سان جوزيف بمونو للأباء اليسوعيين، لأنه هنيك الأكوستيك تقريبا مدروس بنقدر نغني بلا ميكروفون، وكنيسة كبيرة بتقدر تساع 100 عازف و70 كوريست وسوليست. رح نشوف سوا نحن وياك فيديو عن الغناء الأوبرالي وبنرجع منتك. نشوف نحن وياك فعلا هيدا الغناء الأوبرالي اللي صار بكنيسة مرضومة بالذوق بالأكابيلا تحديدا. شفنا كذا صوت مختلف طبقاته بالغناء الأوبرالي. كنتوا 4 أشخاص بالكورال عم بتقدوا، تنور باس ألتو سوبرانو أنا. نعم غني. قد ايه بيكون في تناغم مع الأشخاص لما يكون في طبقات مختلفة بالغناء؟ هلا مثل ما ذكرتي كل حدا طبقة وكل حدا عم بغني ميلودي مغيرة عن التانية، فهذا الشيء بصعب علينا. والصعوبة الأكبر هون إنه عم نغني بلا موسيقى بلا آلة عم بترفقنا، فالشغل هون دوبل وتريبل لنقدر نحافظ على البالانس، لأنه إذا واحد فرق بيقشطل كل معه. فاشتغلنا كتير لقدرنا وصلنا لهالأوموجينيتي بين الأربع أصوات، لأنه كمان ما بده يكون في صوت طاغي على صوت تاني تنقدر نلاقي هالبالانس بين كل الأصوات، ونقدر نشتغل كلنا سوا على النيوانس وأنه يطلع رزلتا كمان حلو. فيها شغل، بس الباسيون تبع كل واحد منا بتدفع انه يعمل افور قد ما فيه كرمال تنوصل احلى نتيجه. مرحبا، يدفعك تعمل افور قد ما فيك لحتى نسمع صوتك اليوم، بدنا نستفيد من وجودك معنا. شو بدك تسمعينا هلا بما انه نحن باسبوع الحب؟ ما ممكن ما نسمع شيء هيك بيتعلق بهالاغاني. شو سمعنا شيء عن لاف ستوري مثلا؟ نسمع Where do I begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea?
the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With his first hello, he gave a meaning to this empty world of mine. There'd rather be another day, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand. It's always there. فعلا رائع جدا. شكرا ميرا حقيقي. يعني عايشتنا بدون ما نحس بأجواء عالم تاني. أخذتنا لعالم تاني. هلأ كل اللي عم بيتابعونا راحوا معك بالحب لبعيد. يعني قديه فعلا صقلتي صوتك بالكونسرفاتوار حتى وصلتي تغني بطبقات انت اخترتيها. يعني كثير بيقولوا انه الفوكاليز بيساعد حتى ما نعود نغني فوا دو لاغورج مثل ما بيقولوا الصوت من الزعيم. لازم يكون الصوت من البطن للراس. قديه هذا الشيء صحيح وقديه في لغط دائما بهذا الموضوع؟ هلا اول لغط انه نقول انه بنتنفس من البطن. كيف بده ينزل الهواء على البطن اذا بدنا نحكي بيولوجيك؟ ما الهواء ما بفوت الا على الرويه تبعنا. بس الفكره بتقول انه بدل ما نتنفس بالمنطقه العاليه من يعني نحط الهواء نخزنه بالمنطقه العليا من البومون تبعنا رح نخزنها بالبارتي انفيريور. وبس نخزنها بالمنطقه يلي تحت حكما يعني الكوت حيفتحوا والديافراغم حيدفوش لتحت. بس يدفوش لتحت بينفخ البطن. مشان هيك بقولوا الصوت بتنفس من البطن. وصوت الراس؟ صوت الراس هو أكيد في فواد التات. الصوت بينقسم لثلاث مراحل. في عنا الشاست فويس اللي هو الصدر. منغني وقتها نكون عم نغني low range. الطبقات الواطية بتغنى من chest voice. عنا medium range وعنا high range يلي بتغنى بالبودوتات. نحن كأوبرا سينجر كتير بحاجة للهيد فويس لنكون عم نطور الهيد فويس لأنه بحاجة لنوتات كتير عالية. بحاجة كتير لتنفس بالمنطقة الواطية من الرواية تبعنا. كرملت نقدر نعطي البروجكسيون للصوت لأنه بلا ما نشد الميوسكل أبدومينو تبعنا بلا ما نعمل السوبر من تحت ما فينا نعمل بروجكسيون للهواء. وإذا ما في بروجكسيون مضبوطة للهواء ما في بروجكسيون للصوت تبعنا. وقديه في أشخاص كمان لما يغنوا بيختلف صوتهم عن الحقيقة اللي هن بيحكوا فيها. يعني في كتير أشخاص شباب بعرفهم بيغنوا سوبرانو وتنور حتى أصواتهم منها طبقات كتير عالية مثل ما ذكرتي. ما بيغنوا بطبقة من الراس كتير كبيرة بس صوتهم بيختلف. يعني بيصير إذا بدك صوت بنت فمينا أكتر. شو السبب؟ هذا نوع أصوات عند الرجال اسمه كونتر تنور. يمكن في كتير أشخاص صوت العادي بيحكوا صوت رجال عادي بس وقت يغنوا صوتهم بيقلب. هذا شيء طبيعي؟ هذا شيء ولا بيتمرنوا عليه؟ في أشخاص بتتمرن ليصير صوتها هيك. قبل بالإبوك باروك كانوا يعملوا كاستراسيون كرمال يصير في عندهم هيدا الصوت الفمينة. في أشخاص بتخلق عندها هيدا الجانر دو فوا. مثلا في كونتر تنور مشهور اسمه فيليب جاروسكي. أوكي. بتسمعي عادي بتتفكر انه حيكون صوته صوت كتير تخين. بس وقت يغني هو عنده انفوا فيمينين. بس هني اكتر شيء اكتر ميوزيك ركزت على الصوت تبع الكونتر تنور هي بالإبوك باروك.
كان أكتر شيء. ومطلوب هيك أصوات بالأوبرا موجودة؟ في 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 رول نعمله لكونتر تينور يكون عم بي هون يكون توجهنا يمكن للمسرح الأوبرالي أكتر. مسرح الأوبرالي وحتى في شان ريليجيو كتير نعمله عيام بيرغوليزي مثلا كتب كتير أشياء فيهم يكون عم بيغنوا نساء وفيهم يكون عم بيغنوا كونتر تينور مثلا استابات ماتر. وين بتلاقي حالة ميرا عقيقة أكتر؟ بالغناء ولا بالمسرح الأوبرالي؟ يمكن بلاقي أكتر بالمسرح الأوبرالي لأنه هيدا تشالنج لألي أكتر لأنه بحب التمثيل وبنفس الوقت بيساعدني أعبر أكتر وقت أكون عم بمثل بوصل أكتر. هلأ كيف لك تعبري لنا؟ بأي أغنية تتوصلي لنا المساج اللي حبي توصلي؟ رح أتركك على راحتك تختار الأغنية. خلينا نغني جيرمن ليد. اوكي. سولفيش ليد. سولفيش هي بنت ألمانية عم بتغني ل اسم بنت. اسم بنت. نعم. عم بتغني لحبيبة وخطيبة عم بتقول له من بعد ما يروح الشتاء ويجي الربيع حتى لو راح الشتاء واجى الربيع انا راح ضلني ناطرتك. هلا البرجي كلهم عم بيطالبوا بأغنية لفاي مورت رح نرجع نسمع منك بعد شوي. هلا بنسمع سولفيش ليد. Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehen, der Frühling vergehen. Der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehen, das Jahr verwehen. Du kehrest mir zurück, gewiss, du wirst mein, gewiss, du wirst mein. Ich hab es versprochen, nicht harre treulich dein, ich harre treulich dein. قد ايه ممكن الواحد يكون عم بيسمع هيك كلمات مش عم بيفهم شيء بس عم بحس؟ يعني ما معقول. يعني هلا الكلمات شو بتعني؟ الكلمات هي بنت كتير بعيده عن حبيبها، حبيبها بعيد عنا، بس قد ما هالقد مغرومه فيه هالقد بتحبه ناطرته رغم كل شيء وعم بتقول له انه من بعد ما يروح الشتاء ويجي الربيع رح التقى فيك ورح نعيش أحلى قصة حب وعم بتخبر كيف هي بدأت تستقبله. يعني فعلا الإحساس قدي كان مرهف قدرت توصليه على طريق تكميرة. شكرا لإلك لأنه فعلا خليتينا هيك نروح على عالم تاني. لازم كل واحد منا يروح لعالم تاني من وقت للتاني، خاصة إذا كان معصب فهيك بيروق. يمكن في كتير بيعتمدوا الأوبرا كنوع من العلاج لتهدئة الأعصاب والراحة. الموسيقى كلها هي الموسيقى هي بتساعد صحيح وعم بيعتمدوها كعلاج، بس الأوبرا تحديدا يعني وأنواع معينة من الأوبرا يمكن مش كلها، في أنواع معينة أو لا 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 كل الأوبرا الأوبرا كلها بحد ذاتها أكبر علاج. أنت محبي الأوبرا يعني ما ممكن تقولي يعني شي لا عطول في عندك ضعف في جهة هيدا الفاسيون طبعي مظبوط. مين من الأساتذة يلي وقفوا حدك ودعموك بالكونسيرفاتوار؟ بعرف أنه في الأستاذ البيانو يلي بعلمك بالبيت فادي ناكوزي وبيساعدك وبرفقك دايما. نعم. هم الأشخاص اللي بيوقفين حدك دايما ومين غيرهم؟ فادي ناكوزي هو كان أول أستاذ لي أستاذ البيانو وهو دعمي وهو مربي الموسيقى تبعي وكلماته عطول كتير محفوظة براسي. يعني كان يدلو يقول لي بولوار سي بوفوار وأنا لأنه هالقد حبيت الموسيقى وهالقد عشقت الأوبرا، مع أنه بالأول قالوا لي أنه أنت صوتك مش للأوبرا صوتك صغير، بس قد ما حبيتها دليتني مكفية للأخير وتطور صوتي كتير مع التمرين. أول استاذة لإلي كانت مدام غالينا خالدييفا وحالياً هي روسية. هي روسية وكان عندي الحظ كمان والله حط بطريقي أبونا توفيق معتوق الأنطوني هو هلأ استاذ الحالي وأنا بشكره كتير على كل شغله معي وتعبه. أكيد كل سنة بيكون في أشخاص عم تجي من برا عم بترفقنا، في مايستروز عم بيجي
اجوا من برا مثلا في سالفاتوري شينالدي هو بيانيست وشيف دو شام بيساعدنا على مدار السنه، وفي رئيس الجورية اللي اجت كانت بدبلومه ساعدتنا كثير على مدار هالسنتين مدام اليزابيث نوربرغ شولز. ميرا حقيقي كثير بيسمعوا الأوبرا بيسمعوها باللغة الأجنبية، ودائما توجه بيكون دائما للغرب حتى نتمثل فيهم ونتعلم منهم. ليه دائما عم بيكون التوجه لبرا؟ مش دائما الأنظار بتكون علينا هيدا فيرست. ثانيا إذا بدنا نغني أوبرا بالعربي يعني أوبرا شرقية مش غربي، هالشي بيصير؟ رح بلش أحكي عن قصة إنه ليش منطلع بالغرب. بالأول بدنا نفكر إنه الأوبرا بلشت بإيطاليا، بلشت ببلاد الغرب، بالثقافة ثقافتهم إلهم مش ثقافتنا نحن. مش من زمان تدخلت الأوبرا على لبنان، ودجا ما في لحد هلأ ما في عنا دار أوبرا نعمل فيه حفلاتنا. بعدنا كل ما بدنا نعمل بياس دو تياتر أو بياس دو أوبرا بدنا ننبش على تياتر يقدر يساعدنا بالأكوستيك تبعه. منتجه لبرا تنفهم كلتشير الأوبرا أكتر، كلتشير يلي كتبوا، سيستام الشغل كيف بيشتغلوا، كيف العالم يلي هي، لأنه بتعرفي يصير في بياس دو أوبرا ما في شخص واحد عم بيشتغل، في اكيب عمل كتير كبير من الشيف دوركستر للمتر انسان المخرج، كلهم عندهم شهادات بالموسيقى، شهادات بالشام بالاوبرا كرمال تيساعدوا، لانه المتر انسان تيقدر يقول للمغني انت عمول هيك، انت وقف، انت وطي، بده يكون عارف انه هو مثلا انا ما فيني غني هالنوت انا وطابة او انا ونايمة او انا وراكعة، بده يكون عندي انسرتان بوستير تقدر. ودايما لازم يكون اللي عم يغني اوبرا واقف صحيح، مش ضروري ابدا. في كتير سنة عملوا شخص نايم على بطنه او شخص لقي هيك بس بطريقة عطول يقدر يستعمل الشيبور تبعه، والتحرك يعني بتغير حسب الرول تبع الشخص. وبس بعد عندي سؤال بختم لقاء ذكرته قبل يمكن ما جاوبتني عليه بعد، ما ممكن نغني أوبرا بالعربي؟ ممكن تتغنى الأوبرا، دجا في مدام هبة القواص ومدام ريما طويل عملوا كتير أوبرا باللغة العربية، أكيد ما دخلت النغمة الشرقية عليها، النغمة كانت غربية بس الكلمات عربية. ما بعرف قديش قادرين نفوت يمكن شرق. في صعوبة بين العه والحاء يمكن تنلفظوا صعوبة، لأنه بعكس البوز دوفوال اللي بنستعملها للأوبرا. نعم، لأنه بالعربي بحاجة لبوزيسيون واطية تنقول العه والحاء بتوطي البوزيسيون، بينما بالأوبرا بحاجة لصوت شوي أكتر فوق بالبالي تبعنا. يعني قد ما غصنا بهذا العالم بضل في أسئلة وبضل في عنا حشرية نعرف كيف ممكن تكون الأوبرا عم تندرس وعم تتعلم وعم تتغنى حتى. يعني الموضوع كتير كبير وممكن نرجع يكون في لنا لقاء تاني هيك نفوت ونغوص بتفاصيله أكثر. ميرا انبسطنا بوجودك معنا فعلا، عن موهبة كبيرة من لبنان، فإن شاء الله يا رب بتوصلي لمطرح أنت حاطة هدف قدامك توصل ليلو. بدنا نختم مثل ما ذكرت وعدت كل اللي عم بيسمعونا والرجي تحديدا لانه عم بيطالبوا بأغنية لفاي مارك، رح نهديكم اياها جميعا ونسمع بصوتك. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter songs. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. رح
رح نتوقف لحظات صغيرة مع الإعلان ورجعين تنتبع صباح لبنان. خليكم معنا. هيك رجعنا لحتى نتابع صباح لبنان من المطبخ. فقرة زاست معنا اليوم. ايه معك شيف بيا اليوم. فقرة زاست. يعني بتعرف اليوم هيك لازم نحضر شيء انا وياك هيك على طريقتنا سبيسيال. شو بدنا نعطيهم هيك روسات على السريع؟ بتعرفي يعني يا ريت شيف نزار عرف من قبل انه رح يعلق على طريق بتلجيت كنا حضرنا شيء. على كل حال شيف نزار بيعتذر لانه شيف نزار على الان بتلجيت اللي رح نشوفهم هلا على الهواء بعث لنا هيك كم صوره من مثل ما بيقولوا هيك من المكان اللي على الان فيه. يعني ماشي هو عم بيتدفى هلا مثلج بس عم بيتدفى ونحن هون بنشوف الثلجات وبنعيش الاجواء معه لنزار. بس بدي اذكر انه المشاهدين في حال انه بدهم يحضروا شيء هيك على السريع وهلا فالنتين اسرع شيء يعملوا بتعرف شو هو يتوجهوا على اقرب باتيسري. انا راح فكره لمحل ثاني. لا ما راح فكره لبعيد. يروح على اقرب باتيسري يشتروا قلب كيك اوكي ويقدموا اللي بحبوه. هيدا اضبط شيء. بتعرفي شغله في شيء بعد اهم فيهم يعملوه كمان وصفه اهم وهي هي بوسه مع غمره. هيدي بطلت وصفه. بلا لا هيدي ما في يو كانت ميك هيدي وصفه هيك سريعه بوسه وغمره. وهي بتعرفي الاهم كمان هيدا الغمره والواحد هيك يحس انه الشخص الثاني مش بس جسديا انما فكريا عم يفهم عليه. هيدا خاصة بعيد الحب يعني قد ايه اقول لك بعد في هيك اشعار بعد في بعد هيدك مضروب صادق. انا لا بليك هلا بلش احمر لا وهيك لا ما لا ما تزعبي انا دائما بغرام دائم اصلا انا ماني ناصر فالونتان كل يوم فالونتان. واللي بده يحب مش بس بحب شخص تاني اللي مقابله يعني حب وغرام وانتقام. في يكون الحب هو حب لكل شخص نحن بنصادفه بحياتنا. صحيح يعني صح. الحب اللي ما بيزول الحب الفعلا اللي بنكون عم نقدمه بدون اي مقابل هذا الحب الحقيقي. اذا وصفتنا لليوم هي حب ثم الحب ثم الحب فحبوا قد ما فيكم. مشاهدينا بعد الفاصل راح نكون مع سلام سعد سليم لحتى نترافق نحن وياها بتيبس كيف لازم نقضي الفالنتاين شو الاتيكيت بهيدا الموضوع وخاصة انه هيك اوقات يعني كتار من الناس يعني بينطروا هالسيزن وبنصير نشوف بلوشات وورود وبتصير الوردة حقها زليار فجأة ويعني رح نحكي بكل هالتفاصيل. مين لازم يقدم الوردة للتاني هيدا اهم شغلة كمان لازم نعرفها. هلا نسأل سلام هلا مش على طول كمان نحن اللي بدنا نضل ندفع انه بيطلع لنا نحن شو مرة تقدموا لنا وردة. نحن دائما مقدم لكم ورود بس انتم ما عم تقدروا ولك انتم الورود بحد ذاتهم. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لحتى نتابع فقرة اتيكيت نو زابينج. خليكم معنا. صباح الحب من صباح لبنان بيتابع اليوم هيك على ابواب عيد الحب اليوم وبكره رح نكون عم نحكي حب وكيف اذا كان اتيكيت الحب. بعرف بالحب ما في رولز الواحد وقتها قلبه يدق ما بيقعد يفكر بصير بس هيك يبتسم ابتسامات غير مبرره ابتسامات ما لها سبب بس بيكون سببها اعظم من هيك بكتير لانه بيكون الواحد عم بحس شعور يمكن لما نشعر فيه ننسى الدنيا كلها ومنحس حالنا بغير عالم. ولكن برضو في عنا اتيكات في عند الشاب دفع مثل ما كانت عم تقلي سلام تحت الهواء في عند الصبية هدايا في كتير اشياء رح نحكي عنهم. اتيكات عيد الحب مع سلام سليم. صباح الخير. صباح الخير شادي. وهابي فالنتاين. For you لكل المشاهدين ولكل العشقانين أو يلي بعد ما عشقانين إن شاء الله سنة الجاي بيكونوا بأحلى حالة حب. بدي أبدأ هيك بسؤال بديهي يعني single people ما بيعيشوا فالنتاين؟ بلا بيعيشوا. Actually الفالنتاين بيوروب وبأمريكا هو حتى عيد الحب من الأخ لأخته من الصديق لصديقته. بنلاقي طلاب المدارس بعمر كتير صغير عم بودوا رسائل فالنتاين لمعلمتهم لأصدقائهم. هو عيد الحب بشكل عام. صحيح. ولكن مجتمعاتنا صار عيد العشق بشكل خاص. فلا حتى يلي ما منه مرتبط مع حدا هو عم بحب شخص آخر مش ضروري يحب عشق وهيام. أي حدا عنده مشاعر محبة تجاه الآخرين بحق له لازم نعيده بالفالنتاين. أكيد نعم. يعني عيد كل شخص. صحيح. وخاصة بهذا العالم يلي يمكن صار في كتير شر. صح. صار في كتير قلة محبة صرنا بحاجة إنه نعيد المحبة ونتذكرها. صح. ونعيش الحب والمحبة والتسامح والعشق للحياة لأنه إرادة الحياة اللي عم يقتلوها الكفار بالعالم فعلا صارت مؤذية ومؤلمة. صح صح. ولكن القلب بضل ينبض. إيه مش معقول.
صحيح. حتى لو صار عمره بي بيضلوا عم يرقص. سلام، يعني اليوم بدنا نحكي عن الاثكس، عن الاتيكيت تبع عيد الحب. بنشوف بس يوصل هيدا العيد، هو بالبدايه يعني هيك اذا بدنا نحكي تاريخيا هو عيد بدا بالكنيسه الكاثوليكيه مع القديس فالنتينو، ورجع صار عيد بعدين كوميرشال اكثر بال1500 تقريبا، بمنتصف ال1500 وشي صار يعتبر من المحطات يلي ثابته عم بتضلها متابعه مع العاشقين من وقت لاخر. صحيح صار كوميرشال بطريقه او باخرى، ولكن بعدنا مثل ما كل الاعياد عم بتتوجه تجاريا، بعدنا في عنا القدره لحتى نقول لا خلينا نرجع نرجعه لفكرته الاساسيه. صحيح. بعرف في كثير ناس ما كثير بعيد الفالنتاين بيعتبروا انه انا بدي نهار واحد بالسنه لحتى اقول لحبيبي انه انا بحبها، لا جيد نفس الشيء مثل ما الايمان بقلبنا على طول، ولكن عندنا مناسبات فرحه بتذكرنا بمحطات من ايماننا، كذلك عيد العشق او عيد الحب او الفالنتاين نحن في حاله حب على مدار السنه، ولكن لا مانع يكون في عندنا نهار مشترك مع بقيه البشر لحتى نجدد ولائنا وحبنا للاخر او لشريك حياتنا. شو حلوه هي، حبيت مع بقيه البشر. ايه؟ مع ايه؟ كل العالم، كل العالم كله بحب. شو الاتكس تبع عيد الحب؟ خلينا نفوت يعني العالم بفكره دغري مثلا اللي بيكونوا مصاحبين او مجوزين او خاطبين او في ريليشن بيناتهم، يعني الكوبلز عم نحكي، بفكروا انه كادو او لا مش كادو، منجيب جادجتس او لا مش جادجتس، يمكن الورده اهم، بس انه هيدا اذا الشاب جايبها للبنت، البنت شو يعني هون شو الاتكس من ناحيه الهدايا؟ خلينا نوضح شغله شادي، مدى علاقتنا مع الاخر بتحتم علينا كيف بدنا نتصرف بالفالنتاين. يعني اذا كنا عشاق جديد غير مرتبطين، اذا كنا مخطوبين، اذا كنا مزوجين، اذا كان ماضي على زواجنا كذا سنه من العلاقه، بيختلف عن اشخاص بعد يمكن لاول مره طالعين ديت على الفالنتاين. فبالتالي قوه العلاقه ومدى الزمن العلاقه بيحتم علينا امور ثانيه. ولكن قبل ما نفوت الخاطبين كيف لازم يهدوا ويعيدوا، والمزوجين والنصح او الاصدقاء او الاحباء، خلينا نوضح شغلي ان الفالنتاين انا برايي خلق لحتى نحب المراه ونعظمها للمراه بهالعيد. يعني بشكل عام يعني الصبايا كلكم بتضلكم تحوروا وتدوروا وتبرموا الاشياء لصالح. لا لا، الصبايا يسمعوا، مش مجبورين الصبايا هن اللي يبادروا بالهدايا، الرجل هو اللي بيبادر. بحق لها الصبية على الفالنتاين ما تهدي ورد، ولكن الرجل هو اللي بيهدي ورد. فبالتالي فيها حبيتي ها. فبالتالي لازم المرأة هي اللي تكرم أو تحب بهالعيد، دايما الرجل هو من يبادر. بحق لها المرأة تجارب المبادرات بس مش هي بتبادر. يعني أي كابل هلأ في إعجاب بين الاثنين أو ببداية العلاقة، مش مقبول الصبية تحجز مطعم وتجيب له هدية وتوخط له ورد وهو قاعد، بالعكس الآية بتكون معكوسة، الرجل يبادر والصبية بتتلقى وبتكفي بالمبادرة. أوكي، هالأثكس اللي عم نحكي عنهم يعني المبادرة بدها تجي أثكلي من رجل، من الرجل بالعلاقة، ولكن هون وقتها نحكي هدية، عشاء، رومانتك كومباني، خلي ابدا بالهدايا، الهدية ضرورية وشو لازم تكون؟ بالبداية كمان بدي قبل ما افوت بالهدية بدي اقول لك كل اللي عم يسمعونا انه في نظرتنا للفالنتاين تختلف شادي من بين شخص لاخر. اي اثنين ببداية علاقتهم الغرامية مع الاخر لازم يكونوا محضرين مسبقا. في شباب ما بيعترفوا بالفالنتاين وبيمرق عنهم كانه مرق، وفي صبايا كثير رومانسيين حاطين كل امانه على هالنهار. طيب بيكونوا مزروكين، بيجي فالنتاين بنص الشهر بيكون اوريدي الواحد دافع كل مصرياته. يا سلام فاهمينا. عشان هيك صار لي اسبوع انا عم غرد واقول على السوشيال ميديا انه ما تقيم العلاقه من الهديه، يمكن الهديه تكون مختلفه، بنيته يجيب لك قصر بس معه حق كارت اقبلي بالكارت، بنيته يجيب لك الدنيا كلها بس ما قدران يجيب لك غير ورده، فرحي بالورده، خليها الصبيه تقول منيح جاب لي هديه احسن ما تقول معقوله نسي يجيب لي هديه. بس الفكره بتقول انه اذا كان هالشاب ما بيورد يعيد الفالنتاين، ما بيمرق عنده الفالنتاين، ما بيقطع، وبالتالي هي حاطه كل امالها لما يجي الفالنتاين رح يصير في عنا مشكلة كتير كبير. يفضل دايما أي اثنين ببداية علاقتهم الغرامية يفتحوا عن اللي بيحسوا فيه تجاه الحيل، يحضروا مسبقا حتى ما حدا منهم ينصدم بتوقعات غير مطلوبة. إذا شخص هون كمان يعني العلاقة بتمل مع العمر، نعم، ودايما الكوبل يلي بيكون عم يعيش هيك healthy relationship دايما بيلاقي أفكار جديدة، دايما بتجدد لأنه
الواحد بمل كمان من الشريك الآخر إذا مش دائما لقى أفكار جديدة. هون الكابلز يلي صار باتي عم بتقلي زمان من الآخر بلا ما نحكي بالموضوع. إذا قدران يجيب حرام ما يجيب. شو يا باتي؟ اللي قدران يجيب لازم يجيب، بس اللي ما قدران يقبل بالمقبول. صحيح. يعني بدي أقول لباتي إنه قرب آخر الشهر لنشوف هالزمان شو وضعه. يلا نشوف بعد فالنتاين نتلاقى على صبحية. بنشوف نتلاقى على صبحية ونشوف شو الوضع. قديش هون الكابلز اللي لهم زمان مع بعض، هون عم نحكي يعني عن أهلنا، أشخاص مجوزين، أشخاص يمكن لهم بعلاقة فترة كتير طويلة، شو هيك الحلو أنهم يعملوا على فالنتاين لا يظهروا من روتين؟ يعني في أشخاص بتسافر، أشخاص تعمل أشياء أن يوجوال، أنت مع هالأفكار الإكستريم؟ أنا مع أي شيء بيخلي شعلة العشق والغرام بأي بيت. يمكن تكون عزيمة بمطعم، يمكن تكون تمشي على الكورنيش، يمكن تكون قاعدة على التلفزيون قدام DVD رومانتيك موفي اتسترا. أي شيء بيبسط هالكابل يعملوا بهالنهار أو بأي نهار بيخليهم يتقربوا أكثر من بعض ويقضوا وقت مع بعض من دون أي إزعاجات تانية. يعني إذا أي كابل مزوج وعنده ولاد صغار ما عارف كيف بده يطلع هو وزوجته، ما بيأثر يتقوا للماما أو للحمات حماتنا إنها خلي حدا يقدم لنا خدمات. صحيح. بالتالي خلي يكون في شالي عم تضل موقودة بهالعيلة، وكل ما حطينا شيء جديد وغريب بكل مكان العلاقة أمتن وأفضل. مثل الهوليدي أو الباكيشن اللي بناخدها بالشغل، بنقول إنه أنا ماشي حالي بالشغل، ولكن سنويا لازم يكون عندك بريك من روتين العمل، بتغير عنه بترجع على الشغل بطاقة أفضل. الواحد بشرج. نفس الشيء نفس الشيء بفالنتاين عم نشرج طاقة إضافية. يمكن ننسى بخضم حياتنا نقول للآخر أنا بحبك أو عن جد بتعني لي كتير، خلينا نقول إنه هالمناسبة نرجع منشرج معواطف للعام الخاطئ. يعني أنا هون أدب مهم أن نقوله للآخر، حتى نحن بطبيعتنا يعني بالميدل إيست ما كتير من عبر أوقات عن مشاعرنا. يعني منشوف بأمريكا أنه I love you، يعني الواحد بيكون ظاهر من البيت مثلا أنه ماما I'm leaving I love you من كبة، نحن هون منستصعب. يعني أنا إذا فعل من البيت يلا ماما أنا ماشي، بس أنه أنا اللي ما بهذا يعني بستسأل أنه إلا بحبك. يمكن بنقول تعبير تاني، نحن ما كتير منعبر عن مشاعرنا، ولكن لما الأم تقول لتاني تسلم لي يمكن هي الآي لاف يو اللي بالأجنب اللي بيقولوها كتير في محط أو تقبرني في محطات كلامية عنا بالعالم العربي، يمكن لأنه ما معودين نفصح عن مشاعرنا منروح هل هيك محطات كلام بتعبر عن محبتنا للآخر. بس معك حق لازم نفصح أكتر أو نفصح أكتر عن مشاعرنا. سلام. إذا بدي أحكي عن مرحلة نرجع على الكادويات بدنا نكمل أكيد. أنا خبرتك تسلم لي انه في شفت انا بحبك، قلت لك تسلم لي. تسلم. وانا كمان I love you. You know this. في العلاقه ومدى قربها من الاخر بتحتم علينا. نعم. دائما كل ما قويت العلاقه كل ما كانت الهديه لازم تكون اكثر معنويه واكثر بالقيمه. يعني مشان هيك اغلبيه الشباب بياخذوا بريك على قبل فالنتاين. يعني تقريبا شهر شباط انه حيته ليتس تيك بريك. او لك انا في ملاحظه دائما بقول اللي بده يقطع علاقته مع الاخر اذا كان خاطب او مزوج او صادق ما يقطعها بفتره الفالنتاين حتى ما يعطي شرخ بالعلاقه الاخرى للشريك اللي عم يتركه. يتركه بعد فالنتاين بفتره بس مش بهالفتره. بكل الاحوال اذا اثنين اصدقاء او محبين بحق لهم نوض محدد من الهدية، ولكن كل ما تقربت العلاقه وصارت اكثر، يعني الخاطبين غير المزوجين، يعني اللي مزوج في يجيب لزوجته لانجري او قطعه ملابس داخليه او اتسترا، ولكن المصادقين بحق لهم. اوكي. الخطيب او المتزوج خاصه المتزوج بحق له او لازم يجيب ذهب او مجوهرات لزوجته، ولكن المصاحبين ما بحق، مش ما في شيء بيجبر عليهم. فبالتالي كل ما بتتطور نوع العلاقه كل ما بتكتر الهديه اكثر. هلا اللي معه مصاري وبحب يعمل انفلونس او ضغط او مش ضغط يعطي ابهار للاخر وقدران يجيب هديه ما يقول لا، الاتيكيت بيقول لازم يكون خاطب لحتى يجيب ذهب او شيء. اللي قدران ما في مشكله أكيد. ولكن بالاتيكيت بيقول مش مطلوب من اثنين بعلاقه حب الاخر يهدي شيء غالي الثمن. صحيح. لانه هن بيعملوا هون الرجل عم يهدي المراه. نعم. المراه شو لازم تتصرف بهالظرف؟ بتجيب هديه او لا؟ نعم. او كارت او ما بعرف كيف بترد الجميل هون. هلا بالحياه الحمليه عم بيصير شيء وبالاتيكيت بيقول شيء. الاتيكيت بيقول انه عيد الفالنتاين هي فقط تتلقى الهدايا وبتشكره وبتقضي امسيه جيده، ولكن بالاتيكيت الحديث لهالشباب والصبايا عم حس انه الصبايا عم بيقعدوا يفكروا اشهر واشهر. صحيح. وباشياء كثير لها علاقه خاصه وشيء طالع من قلبهم ليهدوا الاخر. يعني بنصير نشوف الباكج اللي فيه الدب الاحمر والما بعرف شو يعني هودي مهضومين. بس قديش هن اتكس؟
حلوين بهالعصر. انا ما عم بلاقيها كثير مضره. اذا في علاقه متينه وصرنا اكثر من فتره احنا وياهم بتوقع اهدى وان هذا جيد. اذا بدي احكي بعد عن العشاء. نعم العشاء يعني اذا الواحد ظهر فور رومانتك دينر كيف لازم تصير؟ اول شيء بالفالنتاين بليز يحجزه قبل بوقت، لانه طبيعي كل مطاعم بيروت والكافيهات او باي مكان راح يكونوا مليانين بعشاء رايحين يتعشوا، فبالتالي يحجز قبل بوقت. ولما يروح ما يختار مطعم ما بيعرفه، ما يختار مأكولات غريبة، يعني اللي ما ضايق سوشي بحياته ما يجرب على الفالنتاين يعمل هيك انطباع إضافي بمعشوقته ياخذها على السوشي. صحيح. إلا ما ياخذ تشاينيز ما ياخذها على تشاينيز، اللي ما بيعرف ياكل لأنه في شو هود الدايننج اتيكيت أو طريقة تناول الطعام تعطي صورة إيجابية أو سلبية عنه عن الآخرين. نختار المطعم اللي بيريحنا، المطعم اللي محددينه قبل، المطعم اللي عم يضيف جو شاعري أكثر لهالعلاقة. حلو. إذا بدي أختم كمان، يعني رحنا على الدينر وأخذنا هدية، في أشخاص دي يعني إذا بدي أحكي هيك وهي يمكن ما بعرف أقلية أو ما بعرف يعني فالنتاينز بفكروا for a hot day. خلينا نقول هون الأتيكات شو بتقول؟ يعني الواحد وقتها يحجز هيك رومانتك روم مثلا، هون الأتيكات شو بتقول؟ بس هيدا بتجوز لل متزوجين هكذا رح يزعلوا منه ويقولوا انت ضد العلاقة قبل الزواج وكل هالخبار، بس احنا عم نحكي واقع عم نعيشه، خلينا نكون واقعيين على الارض. ليك ما فينا نقول انه لانه فالنتاين انا رح يصير في عندي علاقة مع الاخر. اذا كنا مساكنين او اذا كانت في نوعا ما او اذا كان قرار شخصي جاي من اثنين نحن قررنا على الفالنتاين ما فينا ندخل بحياتهم، ولكن ما يكون هدف غير نبيل او غير سامي من شخص مخطط انه لانه بدي استغل الفالنتاين جبت دزينة ورد مع شي سنسيل بدي استغلها بشيء ثاني، هيدا صار مشاعر مش مقبولة نهائي. صحيح. على كل حال مثل ما قلنا فالنتاين مش بس عيد العشاء، مش بس عيد الحب بين اثنين بحبوا بعضهم وفي علاقة بين بعض، هو عيد أبعد من هيك، عيد كل شخص بحب الثاني بعمله بعائلته بصداقته بشخص واقف حده بموقف. خلينا نحب أكثر، صرنا بحاجة لمحبة أكثر بهذا العالم. صحيح. سلام، أنا بدي أشكر وجودك معنا هابي فالنتاين، إن شاء الله كل أيامك حب مثل ما دايما بتغمرينا بمحبتك أن يشوت وبتقولي لنا إياها أنه بتحبينا ونحن كثير كمان منحبك. شكرا لك. بتمنى لك أمسية حب وغرام ورومانسية مع اللي بتحبوه هيدا الفالنتاين القادم لك ولكل هابي فالنتاين. فعلا ان شاء الله يا رب مثل انت شادي، ان شاء الله بتكون ايام كل المشاهدين حب وفرح، لانه الحب هو منه حب بس حب اثنين شخصين بحبوا بعضهم، يعني كان رجل او امراه، الحب هو فعلا الحب من القلب اللي نابع حتى ننشره للعالم. نحن بنحب الكل من صباح لبنان، نوجه لهم احلى تحيه لكل اللي عم بيتابعونا، بنحبكم من قلبنا فعلا. ايه بنحبكم نحن كمان فيها بنحبك. سلام شكرا لوجودك معنا مشاهدينا، نحن بنحبكم بنقلكم هابي فالنتاين، ان شاء الله بتعيدوا مع الاشخاص اللي انتم بتحبون وما تنسوا تحبوا دائما. انا بدي اشكر ملاحقتكم ومشاهدتكم لنا، ملاحقتكم ايه لانه رايحين على تويتر على صباح لبنان، صباح لبنان الصفحه الرسميه على فيسبوك، انجوي فالنتاين حبوا حتى لو ما عندكم شريك، ما نكون سينجل، ما في حدا الا ما بيلاقي نصه الاخر، ما في حدا الا ما في شخص تاني بحبه شو ما كانت بتربطوا العلاقه فيه. اكيد ما تنسوا مره جديده عبالكم تغيروا شيء بحياتكم، هالمره اكيد بعد في وقت، ما تنسوا تحبوا صباح لبنان بكره بحلقه جديده، تصبحوا على حب، الى اللقاء.